تعود مجموعة الصعيد ونتائج بتاعة انطلاقة المسابقة. هيكون معنا أحمد مصطفى بيبو مدير فني لفرقة أسوان، وأسوان طبعا مش محتاجة كلام، يعني واحدة من الفرق الحقيقة اللي على مدار سنين طويلة شاركت في الدوري الممتاز. صحيح نزلت السنة اللي فاتت، بس خلينا نتكلم على انطلاقة الموسم ده طبعا مع كابتن أحمد مصطفى بيبو. كابتن أحمد مساء الخير. أهلا وسهلا كابتن أحمد، أهلا بحضرتك. برحب بحضرتك وبالكابتن إيهاب المصري، أهلا منورين. أهلا أهلا كابتن بيبو. أخبار انطلاقة المسابقة إيه بالنسبة لكم السنة دي؟ الحمد لله بداية كويسة، الحمد لله. أي نعم البداية بتبقى صعبة بالنسبة للفرق اللي بتبقى مثلا من الدوري الممتاز، احنا بس العامل الوقت كان صالحنا ان احنا خلصنا متأخر. بداية الفرق الدوري الممتاز دي كلها كانت شغالة من بدري لغاية لما رسيت بقى مين اللي هيقعد معاك نازل من الدوري الممتاز. جمعت لعيبة تانية عشان اللعيبة اللي مشيت عندك كتير خدت مننا شوية وقت، خدت مننا موضوع العامل البدني، يعني الفرق كلها مش متساويه معانا في الموضوع البدني، في تفاوت. فالحمد لله كانت البدايه مهمه لينا ان احنا نحصل على 3 بونت في ظل الظروف دي كلها. عندكم مشاكل في الصفقات، في التمويل؟ يعني اغلب الانديه، لسه كنت بتكلم مع كابتن ايهاب، اغلب الانديه اللي تلاقي عندها شعبيه او عندها ظهير جماهيري بتبقى دايما بتعاني ماديا، ودي معادله احنا مش عارفين حلها ايه. ازاي اتعاملتوا مع ده في بدايه الموسم، وهل دعمتوا او استعنتوا بصفقات ممكن تصنع الفارق، ولا لجأتوا ل يعني انكم تعملوا صفقات في حدود الامكانيات المتاحه؟ الحمد لله بفضل الله احنا عندنا بعنا لعيبه كتير السنه اللي فاتت، وما جبتش الادارة متدخل علينا في اي حاجه، اي حاجه من بدايه الموسم احنا محتاجينها توفرها على طول. من خلالك بشكرهم كلهم، البراس اللي هو احمد سليمان وجميع اعضاء الاداره، اي حاجه احنا بنطلبها بتلاقيها. بس هي القصه كلها كانت في اللعيبه اللي هتمشي عندك والصفقات اللي كانت الانديه في الدوري الممتاز بتطلبها، فانت كنت محتاج تعرف مين اللي هيكمل معاك ومين مش هيكمل معاك. بناء عليها انت هتصنف بقى انت محتاج المراكز اللي انت محتاجها. والفتره زي ما قلت لحضرتك الاول كانت الفتره قصيره جدا، يمكن فتره الاعداد عملناها حوالي 20 يوم ورجعنا تاني اسوان. اللعيبه اللي قدرنا نحصل عليها في الفتره دي مع 7 8 لعيبه موجودين معانا في السنه اللي فاتت، معظمهم هو اللي لعب النهارده بنينا عليهم يعني. لغايه طبعا فتره الانسجام دي هتاخد معانا وقت شويه، والتفاوت اللي قلت لحضرتك عليه في المستوى البدني بين اللعيبه هياخد اسبوع او اثنين لغايه لما الناس كلها تبقى زي بعض، وان شاء الله نتمنى التوفيق. السكواد اللي معاك يا كابتن بيبو تقدر توصلكوا او ترجعكوا مره تانية دوري ممتاز، ولا شايف ان المنافسه صعبه او ما تقدرش وانت حتى بتتكلم مع اداره النادي، هل ده كان واحد من الاهداف اللي تم الاتفاق عليها انه هدفنا ان احنا نوصل او نرجع مره تانية دوري ممتاز، ولا ده مش مرتبط باتفاقات او تعاقدات؟ لا ده طبعا احنا اسمه اصلا كابتن حابب عارف اسمه في مجموعه الصعيد اسم كبير ومنافس على طول. احنا بنعتبر يعني حتى استاذ مصطفى امين مشرف عام على الكوره بيقولها على طول ان احنا المركز الثاني بالنسبه لنا يبقى خساره، يعني ما حققناش الهدف. الهدف بتاعنا الاسمى اللي هو الصعود للدوري الممتاز، فاحنا ده الهدف الاسمى اللي احنا بنسعى له. بناء عليه قعدنا اللعيبه اللي نزلت معانا في الدوري الممتاز، وبناء عليه عملنا الصفقات الجديده دي اللي ان شاء الله ربنا يوفقهم معانا كده ويقدروا يصعدونا على طول في اقرب وقت. مين بينافس اسوان من وجهه نظرك؟ مين بينافس اسوان من وجهه نظرك على تذكره التاهل لدوري الممتاز؟ هي لسه الامور مش واضحه لغايه دلوقتي، بس المنيا النهارده نتيجه كبيره خارج ملعبها، حاطين طبعا تنافسيه برضه في الحسبان والالومنيوم في الحسبان. الفرق اللي كانت بتنافس السنه اللي فاتت هي اللي حطيناها معانا في الحسبان، بس احنا في بدايه الموسم في اول الدور الاولاني بالذات احنا ما بنبصش لحد خالص، احنا همنا احنا بس، كل ماتش بنفكر فيه لوحده زي ما فات الكؤوس. 3 بونت ان شاء الله ونطمن بدري باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق ليك يا كابتن احمد والنادي اسوان. يعني طبعا صعيد مصر كله غالي علينا، بس اسوان والمنيا تحديدا كمان، يمكن عشان مش بس يعني فرقه تعودنا نشوفها في الدوري الممتاز، لكن كمان قدموا لمنتخب مصر في اوقات كتيره لعيبه كانت الحقيقه، ويمكن اقول لحضرتك حاجه، يمكن تصنع الفارق. يعني مجلس اداره اسوان فعلا من المجالس الادارات اللي بتحاول توفر كل حاجه للمدير الفني او الالتزامات اللي عليها للعيبه. فانا عارف ان كابتن بيبو كان طبعا مبروك كابتن بيبو النهارده المكسب،
الله يبارك فيك يا كابتن هادي. انا عارف الفتره اللي فاتت كان في صعوبه يعني تكوين فريق بسرعه، وفي لعيبه هتمشي، واللي انت تكون فرقه تقدر تنافس بيها يعني. دي كانت مشكله واجهت اسوان وواجهت كابتن بيبو، كان موجود برضو مع الجهاز من سنتين. فاعتقد ان شاء الله باذن الله اللي كابتن بيبو قدر يتلاشاها الفتره دي. كل التوفيق كابتن بيبو ليك وطبعا ولفرقه اسوان، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم مره ثانيه في الدوري الممتاز.